نعمل ريكوردينج. طيب، في أي ملاحظات قبل الأبدأ؟ بإمكانك تستخدم الهاند في حال تستخدم الهاند بظهر عندي إنه في حدا بيسأل سؤال. أوكي، نبدأ نعمل شيرينج. محاضرتنا اليوم على الـ AES، والـ AES هي Advanced، اختصار لـ Advanced Encryption Standard. هنا راح ناخذ محاضره الامتحان عشان تعرف وين غلطنا. اوكي، لا بالنسبه لليوم في محاضره بعدين الامتحان، بنشوف كيف اليه كيف انه نتعامل مع الامتحان. هلا خلينا نكمل المحاضره. اوكي، هلا بدايه في هوم ورك موجوده على الويب، هوم ورك 2 ديوتي تبعها 1/4، هاي الاسئله اللي موجوده، فبطلب منكم انكم تجاوبوا. هنتناقش هذه الاسئله ان شاء الله، تكون في بعض بالمحاضره اليوم ممكن يكون في بعض الاجابات على هذه الاسئله، ممكن يكون هذه الاسئله لمحاضره سابقه وممكن تكون لمحاضرات متقدمه مثل الالكترونيك باك. طبعا مش بالضروره انه تعتمدوا او تستنوا لحديث ما توصل المحاضره عشان تبداوا تحلوا الاسئله بتقدر تحلوها من اليوم يعني، لكن احنا بنترك الاجابات، ممكن تختلف الاجابات بين الطلاب، فانا بعتمد بالتصحيح على المنطق في الحل. هلا الواضح انه الدياس كان فيها مشكله، واحنا اخذنا انه دياس الكي لينث لها كان 56 بت، هذه كانت اكبر مشكله بدياس، لانه بالوقت الحديث الاجهزه سريعه فبيقدر انه بالاستخدام البروت فورس انه يقدروا يعرفوا الكي بخلال وقت يعني خلينا نقول زمني نوعا ما قصير. تريبل دي اس اجى حل لمشكله الدي اس، لكن الان اي اس تي طلبت انه يكون في ريبليسمنت للدي اس وعملت عليها مسابقه، ف 15 كانديديت قبلوا المسابقة وقدموا حلول، فكانت أفضل أو خلينا نقول توقع الاختيار على رينجل اللي هو قام بعمل إياس. وعم قام رينجل هذا عبارة عن شخص هندي وعمل عدة إنكريبشن ألغوريثمز، كان له مجموعة فأصدرت في فيبس بب 197 ستاندرد، فكانت الستاندرد اللي تم اعتمادها اللي هي الـ AES Advanced Encryption Standard. هلا Design of Rangel عمل ثلاثة مودز، أو خلينا نقول ثلاثة طرق للتعامل مع الـ AES. يا إما تتعامل مع داتا بت تكون حجمها 128 بت، أو عفوا الكي سايز يكون 128 بت او 192 بت او 256 بت. يعني اعطاك ثلاثه حلول بنفس الـ AES، انت بتقدر تحكي انا بدي المود الاول او الثاني او الثالث. يا اما بتحكي له ان الكي يكون لينكس له 128 او 192 او 256، بكل الاحوال كلهم بيتعاملوا مع 128 بت داتا. طبعا هي البروسيس بتصير بايتريتيف، بيكون في عندي بالون ايتريشن اكثر من اوبريشن، ف في بالنسبه ل 128 في عندي 10 ايتريشنز، 192 الكي بيطلعوا 12 ايتريشنز يعني لوب بيكون 12 ايتريشنز، وال 256 بت كي. في حدا عنده سؤال للاسايمنت؟ التسليم الاسايمنت بيكون بخط اليد، نعم مكتوب بالملاحظه بالله. طيب بالنسبه لل 256 فهي 14 راوندز، بتكون 14 ايتريشنز. طبعا ما راح يكون فيها عمليه التجديد زي ما احنا شفنا بفيستل، هيكون هنا بتعامل مع الداتا بت على اساس انها ستيت. هنشوف هذا الحكي بالسلايدات اللي قدام. هي resistant to attack، ثبت ذلك، السبيد تبعها مقبول، وديزاين از فيري سمبل. فهذا الشكل العام للـ AES.
هي لاحظ بالبداية البلين تكست، هاي البلين تكست، خلينا نشيلها، هاي البلين تكست تدخل 128 بت، بيحولها هو إلى ستيت 16 بايت في 16 بايت. إذن ال 128 بت اللي هي 16 بايت هذولا هي حاطهم على شكل array، two dimension array، 4 ب 4، 4 بايت ب 4 بايت. ونفس الشيء الكي، فنفرض اني بدي اتعامل مع كي 128 بت، فهيكون عندي 16 بايت للكي، هيحول لي اياهم لستيتس 4 ب 4 بايت. بدايه شو بيساوي؟ هو بيعمل كي اكسبانشن من الكي الواحد ال 128 بت، بيطلع عدد من الكيز، عدد من الكيز بعدد الراوندز. شو يعني عدد الراوندز؟ عدد الايتريشنز. يعني اذا كنت بتعامل مع كي 128 بت فيكون عدد الايتريشنز 10 راوندز، واذا كنت بتعامل مع كي بحجم 192 بت فانه عدد الايتريشنز راح يكونوا 12 راوندز. ونفس الشيء بالنسبه لل256 عدد الايتريشنز 14 راوندز. يعني هنا لاحظ بالجدول بحكي لك انه إذا كان الكي لينث 16 بايت فإنه عدد الراوندز 10، وإذا 24 بايت اللي هي 192 فإنه عدد الراوندز 12، وإذا كان 32 بايت حجم الكي فإنه عدد الراوندز 14. هلأ الراوندز هذولا بتم عمل فيهم بالبداية initial permutation، initial transformation، sorry initial transformation للستيت. هنشوف الاوبريشن لقدام. بعد الترانسفورميشن هتبدا تدخل الستيت هذه، طبعا هنا بيطلق عليها ستيت، هو البلوك بيطلق عليها ستيت، فاحنا بنتعامل معها كستيت. هلا الستيت بتدخل في الراوند الاول، بتطلع بالستيت الثانيه، ثم بالراوند الثاني والثالثه حتى نصل الى الراوند الاخير. والراوند الاخير الستيت بنعمل له بتكون ظهر الستيت بتحول الى array of 16 بايت، one dimensional array، فبيكون هذا هو الشفر الاول. طبعا زي ما حكينا الـ AES هي عباره عن symmetric encryption algorithm. اسامه بحكي بعد المحاضره برجع بذكر اسامه انضاف على الأمر، لانه اسامه بيحكي انه انا جيت متاخر، فانا راح اسجله بالحضور ان شاء الله. اذا حكينا الاي اس هي عباره عن بلوك شفر، هي سيمتريك الجوريثم، والسيمتريك الجوريثم بتعمل مع بلوك شفر. شو يعني؟ بمسك المسج الكامله وبقسمها الى بلوكس، والبلوكس بحجم طبعا بالنسبه للاي اس بدنا اياها بيكون 16 بايت، كل بلوك 16 بايت. فاذا هي عبارة عن بلوك شفر، بتدخل البلوك بداية على كإنبوت على الـ AES، وبتخرج بنفس الحجم 16 بايت. إذا الإنبوت مساوي للأوتبوت، بس الأوتبوت بيكون عبارة عن شفر تكست. وبنتقل من المسج باخذ البلوك الثانية بشفرها، والبلوك الثالثة، وبالآخر بجمع هذه البلوكات الشفر تكست وبيظهر عندي الشفر مسج. اوكي، الكي اكسبانشن المقصود فيها هنا انه الكي نفسها بدي اعمل منها توليد الى عدد من الكيز مساويه لعدد الراوندز. واحنا اتفقنا عدد الراوندز هيها موجود هنا، عدد الراوندز تمثل من بحسب عدد البايتس للكي. اوكي ماشي يا سندس، ان شاء الله كمان بسجل اسمي، هي بسجلهم على الورق عشان ما انساش. سندس ومين؟ اسامه حمد، بني حمد. اوكي طيب، هلا مش اللي اجوا متاخرين حابب بس بدي اخبركم مين كمان، مين؟ عبيده ملحم. عبيدة ملحم،
ماشي وايد. هلا اللي اجوا متاخرين في كمان اسامه عمر ما محسن عمر. طيب بدي احكي لكم شباب عمر محسن سوري محسن. طيب السيشن ممكن يكون بس فقط يعطينا 30 دقيقه، فاذا حصل انقطاع برجع انا بدخل بسيشن ثاني، يعني لازم نكمل المحاضره اليوم او نخلص قبل لا يخلص السيشن. ف اذا فصلنا يعني هنرجع مره ثانيه طالما ما خلصت المحاضره طالما في مجال. هلا هنا ننتقل للمرحله اللي بعديها، نعمل كلير للدروينج. طيب هلا الاستراكشر للدي اس هنا شو بيحكي لي؟ بيحكي لي عدد الراوندز 9 11 13. طبعا انت لا تنغر، هو بيحكي لك 9 11 13 لانه في بعض الشغلات بتنعمل خارج الراوند. فهنا كان بيحكي عن البايت سبستيوشن والشيفت رو والميكس كولوم والاد راوند كي، هذا كلياتها بيحصلوا اذا كنت بتعامل مع 10 راوندز بيحصلوا ب 9 راوندز كامله، لكن جزء منهم بيخرج خارج الراوند فبيكون الراوند الاخير ناقص. هذا المقصود بانه التسع راوند انه بيتم عمل هذه الاوبريشن كامله، ولكن خارج الراوند بكمل بعض الاوبريشن. لانه بالبدايه اذا بترجع للسلايد اللي قبليه فبيكون عندي انا عمليه انيشال ترانسفورميشن قبل لا يبدا الراوند. قبل لا يبدا الراوند بيصير في عندي انيشال ترانسفورميشن، وداخل الراوند بيتم الاوبريشنز هذولا البايت سبستيتيوشن الرو، بس طبعا بترتيب مش بالترتيب الموجود هنا. الواحده منهم بتخرج خارج الراوند الاخير لانه اصلا كانت موجوده بالراوند قبل الراوند الاولى. فلذلك هو لما بيقول يعني خلينا نقول ما نعقد على حالنا ليش حكى 9 و11 و13، احنا خلينا نتعامل فانه زي ما هو مذاكر من البدايه عدد الراوندز 10 في حالة الكي 16 بايت، عدد الراوندز 12 في حالة الكي 4 كم حكينا 24 بايت، وعدد الراوندز بتكون 14 في حالة الكي 32. فهذا الأرقام أو 9 11 13 هي تفصيل ما تهتمش به. داتا بلوك هلا هنا نيجي نحكي على الداتا بلوكس، بتكون عباره عن اربع كولومز واربع بايت ايتش كولوم، واللي حكينا الستيت واللي هي عباره عن 16 بايت بتدخل 16 بايت على شكل تو دايمنشنال اري 4 ب 4. ايضا الكي بنعملها على شكل بها نفس حجم الستيت 4 ب 4 في حاله ال 16 بايت. هلا العمليات اللي بتصير داخل المحاضرة بتتسجل، المحاضرة هي قاعدة بتتسجل وبنهاية المحاضرة راح أرفع لكم التسجيل. المحاضرة هي بتتسجل الآن. في سؤال، في طلبة بيسألوا هل المحاضرة بتتسجل؟ فبجاوب أنا. طيب هلا العمليات اللي بتصير داخل الراوند هي بايت سبستيوشن وشيفت رو وميكس كولوم وآد راوند كي. طبعا أنا ليش كل هذه خلينا نقول التعقيدات اللي بتصير داخل عمليات الانكريبشنز، هي الهدف منها انه يصير كونفيوجن وديفيوجن للتكست للبلين تكست. فالديفيوجن المقصود فيها تشتيت البلين تكست حتى انه يؤدي الى كونفيوجن فيما بعد اذا بحاول الاتاكر انه يعرف من خلال الشيفر تكست يقدر يعمل يشوف يعمل statistical analysis على الشيفر تكست ويقدر يرجع المسج الاصليه كما حصل بالمونو الفابيتيك. فاحنا الهدف من الكونفيوجن والديفيوجن انه نلغي عمليه الحصول او معرفه او قدره الاتاكر على انه يرجع من الشيفر تكست للبلين تكست باستخدام الستاتيكال اناليسيس. اذا هاي العمليات بتصير هدف منها عمليه كونفيوجن اند ديفيوجن، ما هنفضح هذا الحكي لقدام شوي. بيحصل عندي اكس اور بين الكي والداتا او خلينا نقول السب شيفرز اللي بتصير بالمراحل اثناء كل مرحله. طبعا كل مرحله لها كي تم انشائها من الكي الاصليه، بتكون الكي مختلف عن المرحله القبليه. يعني انا عندي 10 كيس
فالعشرة كيز هذول من وين اجوا اصلا، المصدر تبعهم الكي الاساسيه اللي تم ادخالها من خلال اليوزر، والعشرة كيز هذول مختلفات عن بعض. طيب الخطوه اللي بعديها هنا بيحكي لي انه اعطاني مسج انه السيشن راح ينتهي بعد 10 دقائق، فلما ينتهي السيشن هنرجع نشغله مره ثانيه، ماشي؟ لانه بس ينتهي السيشن بده يسجل المحاضره وارجع اعمل سيشن ثاني، ماشي؟ لانه احنا محاضرتنا لحد 50. اللي بعديها هاي اللي بيحصل بالراوندز، البلين تكست بيحصل بيتعامل مع الاد راوند كي. طبعا هاي الاد راوند كي هذا الاوبريشن تبع الاد راوند كي هنا نرجع، الاوبريشن تبع الاد راوند كي بيتم فيها عمليه اكس اولينج بين الراوند كي والستيت، واللي هي عباره عن 4 ب 4 البلوك. بعدين طبعا هاي الاد راوند كي تلاحظ انه تسوت خارج الايتريشن، فهنا هتجد انه الاربع اوبريشنز اللي سب بايتس وشيفت رو ميكس كولوم ثم اد راوند كي بالايتريشن الاول، بيرجع مثلا الحكي بالايتريشن الثاني والثالث والرابع، حتى الايتريشن الاخير اذا لاحظت مش موجود فيها اللي هي السبستيو اللي في واحده منهم اللي هي الميكس كولوم، الميكس كولوم مش موجوده في الراوند الاخير، فهي بتخرج خارج اللعبه. يعني هنا هو قد لما كان يحكي عن التسعه تحكي انه تسعه الاربع اوبريشن بتتم بتسعه راوندز، لكن الراوند الاخير واحده من الاوبريشنز هذه ما راح تكون موجوده في هذا الراوند. اوكي؟ المحاضره راح تكون مسجله. في طالب بيحكي لي او ضحى بتحكي لي انه شوي شوي اشرح لانه مش قادر تسجل، فهو ان شاء الله المحاضره هتكون مسجله وانا ان شاء الله بحاول اني اخفف بسرعه الحكي. طبعا عمليه الانكربشن الديكربشن عكسي، الديكربشن عكسي. لاحظ بالانكربشن شو صار عندي، اول شيء اد راوند كي قبل بدايه الراوند، ثم بكل راوند في عندي اربع اوبريشنز. تعال بالديكربشن بتلاقي ايش، الاد راوند كي جاي بالعكس، هي شوف لاحظ هنا معكوسه، يعني لما تيجي تحكي انه هاي النوت هاي هذه هاي عكس هذه. طبعا احنا بدنا نحكي على الاخير من الاخير، عكس الاولى ثم انفيرس سب بايت شيفت رو سبستيوشن والى اخره. فلاحظ انه الراوند الاخير بتكون بالنسبه ل بالديكريبشن هي راوند رقم واحد، واخر شيء بيحكي الاد راوند كي اللي هي بتكون رقم واحد قبل عملية الانكريبشن. اوكي؟ فإذا هم عملوها بطريقة انها تكون الانكريبشن والديكريبشن متعاكسات لبعض عشان اقدر ارجع الشفر تكست. طيب اللي هلا بعض الكومنتس على هذا شو اللي راح يصير؟ هو بيحكي لك ايش الفرق بينه وبين الياس؟ هو كأنه بيقارن مع الدياس، بيقارن مع الدياس. هي فيها iterative than فيستل، طبعا هناك كان في rounds لكن فيها تجديل، لكن هنا يعني مش هالشيء. طبعا هنا بيسألني الطالب هل بقدر اعمل parallelization هنا؟ نعم بقدر اعمل parallelization، لانه لاحظ كل بلوك بتقدر تنفذه على حده، وبتقدر انك تعمل parallelization انه اجي اقسم المسج كلها الى عده بلوكس واعطيهم لاكثر من ثريد ويشتغلوا امبرال، ما في مشكله. هلا الكي اكسبانشن هنا هي عباره عن 32 بتس، بده يحكي لك انه عفوا مش 32 بتس، هي 16 بايت، مش بحجم اللي موجود ب ب ب بالدي اس. فهي كمان ميزه بالاي اس، انه اي اس الكي لها اكبر. الكي اكسبانشن كان بالنسبه للدي اس عباره عن 16 راوندز، هنا عباره عن 10 راوندز او 12 راوندز او 14 راوند. في هنا مينلي اربع ستيجز موجوده او اربع اوبريشنز اللي هم اد راوند كي وشيفت شيفت راوندز اللي هم عفوا ميكس كولوم وشيفت روز وسبستيوشن بايتس. اذا هذول هم الاربعه المين راوندز اللي موجوده في الاي اس، وهم ريفرسبل، وهذا الشيء موجود بالدي اس. ما بقدرش اقول انه مش موجود بالدي اس، بالدي اس موجود الفانكشنز الموجوده ايضا ريفرسبل.
طيب لاحظ شو اللي بيصير بالسبستيوشن بايت. بالسبستيوشن بايت راح يكون، طبعا انا راح احط معاكم فيديو، هحط على الـ على الـ على الاي ليرنينج كمان في فيديو موجود الان بيشرح لك بالضبط شو اللي بيصير. هنمر عليها ان شاء الله هذا الفيديو شو اللي بيصير بالاي اس. هلا السبستيوشن بياخذ اللي هم 4 بايت، 4 ب 4 16 بايت، بياخذ كل بايت بروح على تيبل وبشوف ايش اللي داله مقابل له. يعني هنا بيجي بيحكي ان هذا عباره عن ستيت، باخذ هذا البايت بشوف ايش بيمثل الرو والكولوم. طبعا البايت هو عباره عن قيمه تتراوح من 0 الى 255، فبالهكسا ديسمال هي عباره عن 00 الى اف اف، فالاف تمثل 15. فهنا التيبل اللي موجود عندي عباره عن بيبدا من 0 الى 15 الرو، من 0 الى 15 الكولوم. فهنا بشوف بالبايت اذا كانت مثلا اي اف بروح على الرو اي وبروح على الكولوم اف وبشوف شو المقابل له وبيبدل البايت هذا ببايت ثاني حسب ما هو موجود في التيبل. هذا هو المقصود بالسبستيوشن بايت. اذا السبستيوشن بايت في تيبل لوك اب تيبل موجود زي الاس بوكس، باجي بحكي له انا والله الرو كذا والكولوم كذا، فبدي ابدله بالقيمه اللي موجوده بهذا التيبل. فهذا الحكي بمر على جميع الاربعه بايت، الاربعه باربعه بايت. بالنسبه للشيفت رو، بالنسبه للشيفت رو بيكون عندي الستيت اللي موجود امامي، فالرو بقوم بعمليه الفيرست رو ما بيصير ما بيتغيرش، السكند رو بعمل عمليه شيفت او روتيت ليفت، روتيت ليفت كما هنا. اول رو ما بيتغير بس ثاني كولوم ثاني رو شو بصير؟ بيتحرك 1 بايت لليمين، بيتحرك 1 بايت لليمين. ثاني رو اللي رو اللي بعديه 2 بايتس بيتحرك، الرو اللي بعديه 3 بايتس. تعال نشوف هلا مثلا 87 هذا اللي موجود امامي، هاي ف 87 F2 4D 97، فبتظلها زي ما هي 87 F2 4D 97. اما الاي سي الرو الثانيه لاحظ تحركت خطوه، اي سي شو صار بدلها؟ 6E. اذا تحركت خطوه الى اليسار والاي سي بتروح للاخر، فهنا تلاقي الاي سي اجت الى الاخر. فاذا انا حركت الرو بخطوه واحده، عملت لها روتيت ليفت، يعني اخر بايت بيروح لاول بايت. باللي بعديها 4A 3C 3 6 4 6 يجي بدالها 4 6، لاحظ تحركت خطوتين شيفت روتيت ليفت لليسار. اللي بعديها الرو الثالثه بتتحرك ثلاث خطوات الى اليسار، لاحظ الـ A6 صارت بالاول ثم 8C وهكذا. اذا بالشيفت رو بيتم تحريك الستيت و باعتمادا على الرو. اما ميكس كولوم فهي عمليه ضرب. طبعا عمليه ضرب بالنسبه للانكريبشن راح يكون مقابل عمليه قسمه بالنسبه للديكريبشن، والقسمه بالنسبه للكمبيوتر بطيئه. فهم عملوها بطريقه انه بقدر اضرب باستخدام الماتريكس، وبقدر بدل ما اعمل قسمه بالديكريبشن بعمل ضرب بالانفيرس للماتريكس. بهذه الحاله حولت القسمه الى ضرب وبقيت السرعه كما هي. فلذلك الانكربشن والديكربشن يعني تقريبا سرعتهم متقاربه. مش راح يكون بس بهمني ايش؟ انه اجيب يكون نفسه التيبل اللي انا ضربت فيه انه يكون له ريفرس. طبعا اخذتهم، ممكن يكون في ناس منكم اخذوا بالرياضيات كيف انك تعمل انفيرس للماتريكس. اذا هنا شو اللي بساوي؟ باخذ الرو وبضربها بالمصفوفه هنا، ثم بيطلع عندي كولوم
عفوا باخذ الكولوم بضربها بمصفوفه بيطلع عندي كولوم مقابل له وبعملها ريبليس. لاحظ انه هذا الكولوم الاول ضربته بهذه المصفوفه فطلع عندي ناتج اللي هو هذا الكولوم، ثم الكولوم الثاني